هذا بعد ليتها لان السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على المتابعه، شكرا لكم بزاف على لي لايك ديالكم، على المتابعه ديالكم، على التشجيعات ديالكم، شكرا لكم بزاف خواتاتي الغاليات. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، نتمنى تشجعوني، راه طاح التفاعل بزاف بزاف بزاف. نتمنى تشجعوا اختكم حسنيه، راه بصح نستحق المشاهده ونستحق التشجيع من عندكم. الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. اي واحد شاف هذا لا فيديو كنلقى الفيديو فيه 2000 ولا 3000 ديال لي في، كنلقى 100 ولا 400 ولا 500 ديال لي لايك. الله يسهل عليكم، ما عندكم ما تخسروا، ديروا لنا لي لايك الفيديو باش الفيديو كيطلع، لان الدور ديال لي لايك هما اللي كيطلعوا الفيديو. الا كان الفيديو فيه لي لايك ناقصين ما كيطلعش عند الناس، ولي لايك ولي كومونتير هما اللي الكومونتيرات ولي لايك هما اللي كيطلعوا الفيديو. الله يسهل عليكم اخواتاتي، الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا، الله يسهل عليكم. وهذا الشيء اللي كاين خواتاتي الغاليات، واليوم نهار جديد وفيديو جديد. كما كتشوفوا درت الطويجين ديالي ديال البطاطا والجلبانه والقرعه، رديته يطيب وصافي. هنايا كما كتشوفوا اخواتاتي راه كنصايب الدجاج، كندير الدجاج كنفرق هكا الدجاج في الميكات، يعني راكم عارفين طريفات ديال الدجاج هكا كما كتشوفوا كنديرهم في الميكات، نديرهم في الفريغو كل نهار كنطيب ميكه. وهذا الشيء اللي كاين اخواتاتي الغاليات، وشكرا لكم بزاف والله يسهل عليكم. وشكرا بزاف لكاع المشاهدين ديالي العزاز داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، الله يخلي لكم صحيحتكم والله يجازيكم بخير، والله يوقف معكم يا ربي يا ارحم الراحمين. ونطلبوا دائما ربي الحبيب يخرجنا من دار العيب بلا عيب. واخا صراحه ما نكذبش عليكم، هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا وهذا الشيء اللي ولينا كنسمعوا، راه ولينا كنسمعوا العجائب والغرائب. الله يسترنا والله يهدينا يا ربي، يهدينا حتى يدينا يا ربي، تسترنا حتى يسترنا التراب. والله العظيم اخواتاتي انا ما نكذبش عليكم، الى الامر ولا كيحير، راه كنسمعوا شي حوايج اللي اليوتيوب صعب بزاف صراحه. الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الشيء اللي كاين اخواتاتي، اللسان عاجز عن الكلام، والله العظيم الى اللسان عاجز عن الكلام. وصافي ها نتوما اخواتاتي الغاليات معنا، وغادي ان شاء الله من بعد ما نتغداو وغادي نخرجوا انا والوالده، كنتسناو حميد غير يجي من الخدمه وغادي نخرجوا ان شاء الله، غير يجي من الخدمه نتغداو ونخرجوا ان شاء الله ونخرجكم معنا وتشوفوا الاجواء برا ان شاء الله، ونمشيو للواد ويلاه معنا اخواتاتي الغاليات. وشكرا لكم، الله يجازيكم بخير والله يخلي لكم صحيحتكم والله يسهل عليكم يا ربي يا ارحم الراحمين. صافي اخواتاتي كما كتشوفوا هنايا الطريفات ديالي ديال اللحم، كل ديال الدجاج عفوا، كل طريف كل ميكه كندير فيها طريف بحال ما هكا. صافي حتى نبغي نطيب هكا الحاجه صافي كان هنايا راه طلق لي شويه الماء راكم عارفين. وصافي اخواتاتي خليكم معنا حتى يسالي الفيديو ان شاء الله، ونتمنى تشجعوني وتبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم بزاف المشاهدين ديالنا العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. هيا الوالده معنا، قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ هانيين خرجنا العشيه نتسراو، حنا خارجين نتسراو شويه وندورو شويه، مخرجينكم معنا تانتوما خواتاتي الغاليات. ويلاه معنا فين ما مشينا. تديوش عليا انا راني مهلوكه واحد الهلكه، غادي نقول لكم صدري مزعزع مع ديك ريحه الغموليه وداك الشيء، والله العظيم الا اش غادي نقول لكم. الحمد لله والشكر لله، كنبغيو نخرجوا نفوجوا شي شويه، لان كنبقاو جالسين غير الدار 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 الدار. مع اليومين يطلع ربع ما قارينش الدراري العشيه، ومخرجينهم حتى هما ها هما. شرينا واحد الحليوات الشكلاط وصافي. شكرا لكم بزاف خواتاتي الغاليات، وخليكم معنا ان شاء الله. انا اي بلاصه مشيت ليها راه من طبيعه الحال غنصور لكم. وهنا جينا لواحد المحل ديال السبرديلات، خديت لنا هذا سبرديله لان ما عندهاش كاع السبرديلات، السبرديله اللي كانت عندها تقطعت لي، هذاك البوتيو اللي عاد اللي كانت صفطت لنا ديك السيده الله يجازيها بخير تقلع من التحت، ودابا كبغات السبرديله. هي قيسات هذا الغوز وقيسات داك الزرق، صراحه الغوز هي اللي جاتها زوينه ولكن ما لقيناش القياس ديالها. انا عجبتني الغوز، جاتها مع رجلها زوينه وجاتها زوينه في الرجل، ولكن ما جاتهاش، لقينا غير القياس ديال 37 وهي كتلبس 35 36، جاتها كبيره بزاف وما كاينش عنده القياس. هاد الزرقاء هي اللي جاتها نيشان،
وصافي خدينا لها هاد الزرقاء وهذا الشيء اللي كاين وبصحتها وراحتها. انا هنايا راه كنشوف لها واش مع قالت لي راه جاتني كبيره، كنشوف لها قلت لها لا راه ما جاتش كبيره، راه رجليك هما دوك راه جات قياس واحد. هنا جبد لها واحده اخرى عاوتاني حتى هي، قال لها واخا 37 37 ولكن مازالين ساريين. سي حامد شي تحيه للمشاهدين. السلام عليكم المشاهدين ديالنا العزاز، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا الخواتات جو مشى الحال دابا، شوفوا على جو ما شاء الله يا المشاهدين. حنايا حدا الواد ولكن سي دوماج ما جيناش بكري في الشميشه، يعني ما جينا حتى لشي وقت حيت حميد ما خرج من الخدمه تقريبا حتى الثلاثه تقريبا عاد خرج من الخدمه، على ما جا للدار على ما تغدينا. ايوا راكم عارفين داكشي علاش ما كون جينا في الشميشه، ولكن سي دوماج والله العظيم الخواتات. الصراحه كنا باغين نجيو شويه مازال الحال باش نصور لكم الاجواء هنا وداكشي غزال، ولكن واخا هكاك المهم قبلوا علينا وصافي. الاجواء زوينه بزاف كما كتشوفوا الخضوريه والواد داكشي، يا سلام غزال. هانتوما الخواتات كما كتشوفوا جينا دابا للواد كندورو شويه. شي غزال ما شاء الله. هو ما عندوش مشكل صور نهار اها ما تنقدش طيحي. عندك امك طيحي المولف كان لكم هذاك شكون صاحبنا اللي مقيل في الجو كنجيبهم كيفوجوا شويه مره مره بحال هكا. فين هو؟ هادي ما كاينش تما، لا ما كاين ما كاينش اليوم تما. كاين واحد راجل غليظ اي غليظ، لا ما كاينش تما مشى فحالو قال لي ما نجيش حتى ايوا صافي. هذاك هو ما من صاحبي انا اللي كان جينا هو كيحسب مسكين ب 20 درهم. كيفاش معاكم؟ لا 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 شكون اللي يسوق؟ غير سيرو غير سيرو على غير سيرو. انا دابا عاد تليت لان تديو معاكم التليفون تصوروا شويه فيصا. لا بلاش حتى الوالده امي مازال مخلوعه عند الدينا. كيعوم واش انا في الصيف ياك كيعوم كاين غارتي انا